رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة مهرجان كأس سموه لسباق الخيل لذوي الإعاقة في نسخته الثانية، والذي يقيم اليوم بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل في منطقة الرفة بالصغيرة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الأولى العام الماضي. ولدى وصول سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كان في الاستقبال سفراء النوايا الحسنة الفنانة نانسي عجرم والفنان عاصي الحلاني وعدد من الوزراء وعدد من المسؤولين بالمملكة والشركات والوزارات الراعية. وقد قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجولة مع سفراء النوايا الحسنة طلع خلالها على ما تضمنه المهرجان من فعاليات وطنية واجتماعية وترفيهية متنوعة وبرامج لذوي الإعاقة شارك فيها عدد من الوزارات والمؤسسات والشركات في المملكة. وقد اطلع سموه خلال جولته التي أقامها في ساحة المهرجان على جميع الأنشطة والخدمات التي قدمتها الجهات المشاركة في البطولة، إلى جانب العديد من البرامج والفعاليات التي قدمتها الوزارة. وأكد سموه أن الاهتمام بذوي الإعاقة يعتبر نهجا راسخا من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مضيفا أن إقامة سباق لذوي الإعاقة للسنة الثانية على التوالي يؤكد حرصهم وإيمانهم الكبير بأهمية إدماج هذه الفئة في مختلف الفعاليات والمناسبات التي تشهدها المملكة. وأضاف سموه أن تقديم جوائز دراسية إلى الفائزين من فرسان ذوي الإعاقة يؤكد على دعم جلالة الملك لأبناء هذا الوطن بجميع أطيافه من أجل كسب فرصة التعليم الجامعي والارتقاء بهم، كما وجه سموه إلى إعفاء جميع طلبة ذوي الإعاقة من الرسوم الدراسية في جامعة البحرين. وقال إن إشراك ذوي الإعاقة في سباقات الخيل تأكيد كبير على دورهم الفاعل في المجالات الرياضية، وكذلك المجتمع كونهم أشخاص أصروا على تخطي إعاقتهم وعملوا بكل ما يملكون من قدرات من أجل رفع اسم مملكة البحرين عاريا في جميع المحافل التي يشاركون بها. وقد وجه سموه إلى ضرورة الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع البحريني، وخاصة أنهم يمتلكون قدرات ومهارات عديدة يجب مساعدتهم فيها وتهيئة الأجواء المناسبة لكي يتمكنوا من إظهارها، مشيرا إلى أن إقامة سباق لهم في عامه الثاني محاولة تأكيد حرصهم في دعم ذوي الإعاقة في المجالات الرياضية. وأكد سموه أن إقامة هذا المهرجان في عامه الثاني يعتبر استمرارا في تحقيق الأهداف التي وضعوها من أجل خدمة فئة ذوي الإعاقة، وكذلك أعطائهم فرصة المشاركة والانخراط بالمجتمع البحريني بكافة أطيافه. وقال سموه إن تنظيم كأس خالد بن حمد لسباق الخيل لذوي الإعاقة في العام الثاني على التوالي يؤكد دعم جلالة الملك لهذه الفئة من المجتمع البحريني، مضيفا أنه يجب إعطاء المجال لهم من أجل إبراز أنفسهم في المجال الرياضي إلى جانب المجالات المختلفة من أجل تلبية جميع طموحاتهم. ومن جانب آخر أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بسفراء النوايا الحسنة الفنانة نانسي عجرم والفنان عاصي الحلاني على تواجدهم وتشريفهم مملكة البحرين لدعم كأس سموه لسباق الخيل لذوي الإعاقة والالتقاء بالفرسان وأهاليهم، ما يؤكد على حرص السفيرين في خدمة الإنسانية. وأضاف سموه أن الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده المهرجان من مواطنين ومقيمين في المملكة يؤكد على نجاح هذا المهرجان في عامه الثاني. وأعرب سموه عن تقديره لسمو الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا للنادي، وللرعاة الرسميين للبطولة على دعمهم ومشاركتهم في إقامة هذا السباق في عامه الثاني على التوالي من أجل إنجاح هذه الفعالية التي تهدف في المقام الأول إلى فئة ذوي الإعاقة. وأشاد كذلك سموه بالجهات المشاركة في المهرجان وما قدمته من أنشطة وفعاليات يوم أمس، متمنيا أن يتواصل هذا الدعم من جميع الجهات لفئة ذوي الإعاقة.